بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. أهلا ومرحبا طلاب الصف الرابع الابتدائي مدارس العبير الأهلية. سوف نقوم اليوم بدراسة الدرس الثاني في الفصل الخامس وهو بعنوان النظام الشمسي. أخذنا الدرس الأول وهو بعنوان الأرض والشمس والقمر، وعرفنا الخواص الأرض والقمر وعلاقة الأرض بالشمس والقمر، وأخذنا الكسوف والخسوف. اليوم إن شاء الله يا شباب هندرس النظام الشمسي. كلمة النظام الشمسي، أول ما تسمع كلمة النظام الشمسي اعرف النظام الشمسي هي الشمس وكل ما يدور حولها من كواكب ونجوم. يبقى النظام الشمسي هو الشمس وكل ما يدور حولها. يبقى ما هو النظام الشمسي؟ النظام الشمسي أن هذا القمر جرم تابع للأرض يدور حوله، وهناك كذلك أقمار اصطناعية عديدة تابعة للأرض. ليه تابعة للأرض؟ لأنها تدور حولها. نيجي بقى ناخد الشمس. لما قلنا النظام الشمسي هو الشمس وكل ما يدور حولها، تعال نعرف الأول ما هو الشمس. الشمس أيضا له عدة توابع تدور حوله، وتشكل معها يسمى وما يتشكل معها يسمى مين؟ النظام الشمسي. يعني الشمس وكل ما يدور حولها يسمى النظام الشمسي، ولكن تقع الشمس فين؟ في مركز هذه النظام الشمسي والكل يدور حولها. وش اللي يدور على الشمس؟ أولا نعرف أن الشمس هو عبارة عن نجم وليس كوكب، والنجم هو من يبعث ضوء وحرارة، كرة متوهجة من الغازات تبعث ضوء وحرارة. ويدور حولها أول شيء يدور على الشمس هو مين؟ الكواكب الثمانية. تمام؟ يبقى الكواكب تمام أول شيء تدور على الأرض. طب ما هي الكواكب؟ الكواكب أجسام كروية تابعة للشمس، وقد اكتشف العلماء كم كوكب؟ 8 كواكب في مجموعتنا الشمسية. يبقى الآن يا شباب أن الشمس يدور على كواكب، وهما مين؟ 8 كواكب الموجودة عندي. ولكن الكوكب أصغر وأبرد من النجم. احنا قلنا النجم عبارة عن كرة متوهجة من الغازات تنبعث منها الضوء والحرارة، ولكن الكوكب أصغر وأبرد من النجوم عامة، وهي تشبه القمر في أنها لا تضيء. يعني الكوكب مثل الأرض لا يضيء، بل تعكس أشعة الشمس التي تسقط عليها. يبقى النظام الشمسي قلنا الشمس وكل ما يدور عليها. هذا الشمس يا شباب نجم، نجم يبعث منه الضوء والحرارة، يتكون من الغازات المتوهجة، يدور حوله هذه الكواكب. عندي 8 كواكب، أول كوكب عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، ودول 4 الكواكب وسميناهم بالكواكب الداخلية لأنهم أقرب شيء إلى المين؟ إلى الشمس، أو سميهم الكواكب الصخرية لأن معظمهم يتكون من الصخور. تمام؟ أما 4 الثانيين تمام؟ وهما المشتري، وهذا أكبر الكواكب الموجودة في النظام الشمسي، وزحل، أورانوس، ونبتون، وهذه الكواكب الأربعة تسمى الكواكب الخارجية لأنهم بعيدين عن الشمس، أو كواكب الغازية العملاقة. هذه 8 كواكب الذين يدورون على الشمس. طيب كيف ندرس النظام الشمسي؟ النظام الشمسي عرفنا كيف الكواكب وأشكالها وهذه الأشياء، وأربعة داخلية وأربعة خارجية، عن طريق التلسكوب. وأول من اخترع التلسكوب يا شباب هو العالم الجليل جاليليو. هو العالم جاليليو. نظرت في كتاب هتلاقي إن أشوف شكل التلسكوب. أما التلسكوب هذا يا شباب اسمه التلسكوب الراديو، الذي يعمل في أي تحت أي ظروف. تمام؟ ويجعل التلسكوب الأجسام البعيدة تبدو مين؟ قريبة. واستطاع جاليليو وهو من اخترع التلسكوب من خلال أن يرى فين الفضاء أجسامها لم يراها أحد من قبل. والتلسكوبات الحديثة التي نستخدمها الآن شبه بتلسكوب جاليليو، ولكن هي أكبر تمام مثل هذا. تمام؟ ولكن هذا التلسكوب يا شباب لازم يكون الجو ممتاز لنرى الكواكب. أما هذا التلسكوب التلسكوب الراديو الذي نستخدمه تحت أي ظروف وتحت أي عوامل جوية. كده عرفنا التلسكوب وكيف نرى الكواكب. هنرجع مرة ثانية للكواكب يا شباب، الكواكب الصخرية اللي احنا قلنا عليها، اللي هم أول 4 كواكب، وهي عطارد والزهرة والأرض والمريخ، أو مسموهم الكواكب الصخرية. أما الكواكب الأخرى وهي الكواكب الخارجية، وهم 4، وهو المشتري هو أكبر كوكب، زحل، أورانوس، ونبتون، والمشتري الذي هو أكبر كوكب وأقربه إلى مين؟ كوكب الأرض، وتسمى أيضا بكوكب مين؟ الغازية العملاقة. طيب مما يتكون نظامنا الشمسي؟ إلى جانب هذه الكواكب والأقمار هناك أجسام صغيرة تدور أيضا حول مين؟ الشمس، وهي مين؟ منها المذنبات والكواكب الكويكبات. يبقى نرجع مرة ثانية. تمام يا شباب، نرجع الحين يتكون النظام الشمسي معذرة. تمام،
يتكون نظام الشمسي من الكواكب، أخذنا 8 كواكب 4 داخلية و4 خارجية، ولكن يوجد بعض الأجسام الأخرى التي تدور حول الشمس، ومنها المذنبات والكويكبات. تعال نعرف إيش هي المذنبات. المذنب هذه عبارة عن، يتكون المذنب من الصخور والجليد والغبار، يتكون صخور وجليد وغبار، ويتحرك في مدار ضيق وطويل حول مين؟ حول الشمس. وعندما يقترب من الشمس فإنه سرعان ما يسخن، وبذلك يتكون ذيلا ملتهبا من الغازات والغبار. يعني المذنب يا شباب يدور على الشمس، وعندما يقترب من الشمس حرارة الشمس تنفذ من عنه الغبار، فيتكون ذيل أبيض لامع في السماء. وطبعا في مذنب ظهر في سماء المملكة العربية السعودية عام 1406 هجريا، وسمي بالمذنب هالي، وسمي بالمذنب هذه. إذا الحين يا شباب عندي قلنا في 2 كده يدورون على الشمس، وهم أول شيء النظام الشمسي يتكون من الكواكب، تمام، يتكون من الكواكب هم 8 والمذنبات. أما الشيء الثالث الذي يدور على الشمس هو مين؟ الكويكبات. والكويكبات كتل صخرية كبيرة، كتل صخرية كبيرة ولكن أصغر من الكوكب. يوجد الآلاف منها في النظام الشمسي، ولكن معظمها يقع في حزم بين المريخ والمشتري. يعني معظم الكويكبات هذا شباب موجودة بين المريخ وبين كوكب المشتري. الآلاف الكويكبات موجودة بين المريخ اللي هو رقم 4 وبين المشتري رقم كام؟ 5، وهو بين آخر واحد في الكواكب الخارجية أو آخر واحد في الكواكب الداخلية وأول كوكب في الكواكب الخارجية. كده أخذنا 3 أشياء يدورون على الشمس، وهو الكواكب 8 والمذنبات والكويكبات. نجي نقول شيء مهم جدا، والفرق بين النيازك والشهاب، ولازم تعرف تفرق بين النيازك والشهاب. النيازك والشهاب أصلهم واحد، بمعنى أن الكويكبات الموجودة بين المريخ وبين المشتري عندما تدور آلاف الكويكبات فتصطدم مع بعضها وتكون شظايا أو كسر صخرية صغيرة. فهذه القطع الصخرية الصغيرة شباب عندما تروح في الفضاء وتتصطدم بكوكب الأرض بيحدث عندي أمرين. أول شيء أن هذه القطع الصخرية تحترق تماما في الغلاف الجوي ولا تدخل الأرض، تمام، ويسمى هذه يسموها شهابا. أما إذا لم تحترق ودخل جزء منها إلى الأرض واصطدم بكوكب الأرض فيكون هذا مين؟ يسمى نيزكا. يبقى عندما تصل الكويكبات في الفضاء فانفصل عن بعضها قطع أصغر صخرية أو معدنية تسمى شظايا الكويكبات أو قطع صخرية صغيرة. فإذا دخلت هذه الشظايا الغلاف الجوي تسمى شهابا، لأنها تحترق مخلفة تلك الخطوط المضيئة التي نراها فين؟ في السماء، احيانا في السماء. فقد وصل، ولو وصل اجزاء منها في هذا الشهاب الى سطح الارض فانها تسمى مين؟ نيزكا. يبقى عرفنا الفرق بين النيزك والشهاب اللي هما الاثنين. لو النيزك دخل احترق في الغلاف الجوي يبقى هذا يسمى شهاب. اما القطع الصغيره لو نزلت الارض واصطدمت بالارض تسمى مين؟ نيزكا. وطبعا الشهاب ذكر في سوره مين؟ الجن، وجعلناه شهابا رصدا. الشهاب هذا شباب الله عز وجل يسلطه على الجن عشان يحترق به مين؟ الجن. كده انتهينا من الدرس الثاني وهو حق النظام الشمسي، ومراجعة سريعة عن النظام الشمسي. وقلنا النظام الشمسي هو الشمس وكل ما يدور حولها. أول شيء يدور على الشمس وهو الكواكب 8، ثاني شيء يدور عليها المذنبات التي كتل صخرية متكون من الجليد والغبار، ثالث شيء وهي الكويكبات الموجودة بين كوكب المريخ وبين المشتري. وعرفنا أن الكواكب نراها عن طريق التلسكوب، تمام، أول واحد اخترعه العالم جاليليو. ثاني شيء عرفنا الفرق بين النيزك والشهاب، تمام، وقلنا أن النيزك يحترق صدم بالأرض، أما الشهاب يحترق تماما في الغلاف الجوي. كده انتهينا من الفصل الدرس الثاني حق النظام الشمسي في الفصل الخامس، وطبتم وطاب ممشاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.